لمناقشة ملف الحوار الاجتماعي ينضم إلينا اللحظة مباشرة من طنجة الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، محلل سياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي. مرحبا بكم أستاذ. إذن جولة جديدة للحوار الاجتماعي، المركزيات النقابية تطالب بمواصلة تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 أبريل 2022 وإطلاق دينامية الحوارات القطاعية ومناقشة مجموعة من النقط التي لم تتم مناقشتها خلال الجولات الماضية. كيف تتابعون مسار المفاوضات بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم الحوار الاجتماعي أستاذ العمراني؟ ربما أن الانطباع الحالي هو انطباع إيجابي في الحقيقة، لأن أولا هناك عودة لهذا الحوار الاجتماعي لأنه تعطل في شتنبر الماضي بحكم زلزال الحوز، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم تأجيل جلسة الحوار الاجتماعي السابقة. إذا الآن هذا يعني أن هناك تشبت الأطراف بمأسسة هذا الحوار، إذا هذا جانب مهم جدا. ثم الأمر الآخر هو أن الانطباع الإيجابي الذي تركته الجلسات الأولى والثانية لحد الآن، لأن يعني كما هو معلوم أن رئيس الحكومة يقوم بتدبير شخصيا عملية الحوار هاته عبر استضافته للمركزيات النقابية الأكثر تمثيليا، ومعلوم أن كل مركزية نقابية لها مطالبها، ولكن هناك في آخر المطاف هناك مواضيع حولها إجماع يجب طرحها في الوقت الراهن. إذن الإيجابية التي نلاحظها هي التي ستحقق النتائج المرجوة، لأن حالة التشنج التي كانت تطبع علاقة المركزيات النقابية بالحكومة السابقة كانت تحول في آخر المطاف للوصول إلى النتائج المطلوبة. إذن الحكومة لها رغبة، لها إرادة، والمركزيات النقابية هي كذلك هي ترى أن الأمور تتجه في الاتجاه الإيجابي، وهذا هو المطلوب في الحوار الاجتماعي. نعم أكيد أستاذ، ملفات اجتماعية كبيرة مطروحة على جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لعل أبرزها ملف إصلاح صناديق التقاعد. كيف تبدو الملامح الأولى لهذا الورش الهام الذي استؤنفت المفاوضات بشأنه بين الحكومة والنقابات؟ ربما قد نعتبر أن هذا الملف هو أكثر الملفات تعقيدا وأنه من الملفات الشائكة، لأن ربما أن كان هناك نقاش سابق في مرحلة 2016 التي تمخضت عنها تعديلات أو إصلاحات ربما لم تكن أو لم تحظى بقبول شمولي، ولكن الآن نحن في لحظة فارقة في الحقيقة، لأن هناك اعتراف وربما هناك تقارير كما يعلم الجميع سواء من قبل المجلس على الحسابات الذي يدق ناقوس الخطر فيما يخص استدامة هذه الصناديق، وكذلك أن حتى ما هو قائم وما يتم إعماله لحد الآن فهو لا يلبي في الحقيقة وضعية أو مطالب الشغيلة وخاصة حتى الموظفين، لأن لذلك فربما أن الإصلاح الآن أصبح يفرض نفسه، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن إصلاح فقط جزئي. الآن المطلوب هو الإصلاح الشمولي، وهذا الإصلاح الشمولي ويحتاج إلى فرقاء، ويحتاج إلى أن يكون هناك توافق ما بين مختلف الفرقاء، ولا يتم تنزيله بشكل فوقي، لأن تنزيله بشكل فوقي واعتماد فقط تمريره عن طريق البرلمان دون التفاوض ودون التوافق مع المركزيات النقابية بالخصوص قد يكون له تأثيرات سلبية عفوا. فالآن نلاحظ أن على الأقل بعض النقاط أصبحت متوافق عليها ما بين الحكومة والمركزيات النقابية، أولها وضرورة الإصلاح، ثانيها وأن لا يكون الإصلاح على حساب المنخرطين فقط، بل يجب أن يكون هناك كذلك مساهمة من قبل الحكومة للتخفيف من أزمة هذه الصناديق. ثم أن الحكومة الآن لها تصور شمولي خاصة على مستوى توحيد هذه الصناديق، وخاصة على مستوى برمجة عملية الإصلاح أن لا تكون دفعة واحدة. ثم الأمر الآخر أن يجب لا ننسى أننا على مستوى الهرم الديموغرافي في المغرب أن هناك مؤشرات ربما ستضغط كثيرا على صناديق التقاعد في المستقبل، يجب أن تؤخذ في بعين الاعتبار. إذن فالتجارب الإصلاحية السابقة لم تكن لم تحقق الاستدامة التي كانت مرجوة،
إذا الآن فالمدخل الأساسي وهو أن يكون هناك توافق وأن تكون الإصلاحات شمولية ووفق رؤية واضحة. واضح أستاذ محمد العمراني أبو خبزة المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي، شكرا لك على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من طنجة.